فتمر الضربة الركنية الأخيرة في شوط المباراة الأول قبل أن ينتهي هذا الشوط. عرضية راسية يا رب، قبل أن ينتهي هذا الشوط يتقدم الهلال. الحافظ يسجل، كلهم جحفلي أمام المرمى. الله على كرة على نهاية. كويكبي يحاول يبحث عن مساندة، كرة باتجاه عبد الرحمن العبود. الله المهارة، عرضية في مكان، الكرة في شباك الهلال. هدف التعادل، هدف التعديل، هدف العودة، انزال من فرقة الكوماندوز. الله على أحمد الحبيب، حبيب الاتفاقيين، حبيب الشرقية. التعادل ياتي الآن 1-1 في توقيت مثالي، في كرة عرضية كانت من عبد الرحمن العبود، عدت يا حبسي عدت.